أهلين يا حبيبي. أهلين يا عم. صباح الفل يا حبيبي. أنا حكي لك نكتة تونسية وأنت تحكي لي نكتة نروح من هون أحسن، وأنت تحكي لي نكتة من سوريا ضحك. نبدأ ولا تبدأ؟ ابدأ أنت. بس ما يكون وسخ، كلام وسخ ما لا 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 لا، أنا أحكي لك نكتة تونسية 100%، يعني ما في في مرة رجلها بيروح على الشغل وهي تجيب يعني رجال تانيين يسووا لها الحب. أنا ما قلت أي كلام نيكوها لو أنت منك فاهم. فيوم من الأيام رجلها سمع أنها بتنيك عليه، فقال حقول لها أنا رايح للشغل وأعود يعني في الليل متأخر. فهي كلمت يعني ثلاث رجال جوها وبدأوا يعملوا يعني يسووا. فرجلها كان يعني يشوف من مكان بعيد يراقب فيها، فلما عرف انهم يقدر يزبطهم يعني متلبسين فدخل البيت فقالت أم زوجي. فكل واحد من الرجال دي اخذ مكان اتخبى فيه، فرجلها شايف يعني ثلاث رجالة دخلوا البيت بقى يبحث. ففتح الخزانة فخرج له واحد قال له أنا جن الخزانة. لا واحد أنا جن الأصعة، واحد اتخبى تحت الأصعة. قال له أنا جن الأصعة وريني باب الفصعة، وعمل هيك وهرب. فالراجل يعني هرب له، كان يبينيك مرته وهرب. فمشى للتاني يبحث 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 فلقى واحد متخبي تحت الدروج. قال له أنا من يعني راجل يعني بشر؟ قال له أنا جن الدروج وريني باب الخروج، وعمل هيك وهرب له. فقال دلوقتي حقفل الباب بالمفتاح، الزبي الثالث هون حنيكو يعني حفرتك. عمل هيك يبحث يبحث لقى واحد في الخزانة، قال له سمحني أنا جن الخزانة، هربوا كلهم وتنكتان. يعني تونسية 100%. اديني يعني نكتة من سوريا. قال في واحد عم بيقول له لمرته أنت ما فينك تمشي ولا خطوة بدوني. أيوه. قالت له ليش مفكر حالك كندرتي لحتى ما أمشي بدونك؟ إيش يعني كندرتي؟ يعني الحذاء تبعي. أنت ما تفهم سوريا يا أخي. يعني انت هيدي نكتة عندكم. هو واحد بيقول لمرته انت ما فينك تتركيني، ما فينك يعني تمشي ولا خطوة بدوني. انا حترجمها بالتونسي يعني. اوكي. في هيدي نكتة، هذه نكتة عندكم. نكتة هذه ناكتنا. ناكة نيكة. انت ما تفهم هيدي نيكة. لا حترجمها لهم. اوكي. يعني في واحد قال المرته واحد بالتونسي ايش نحكي؟ اوكي. واحد قال مرته انت ما تنجمش تمشي من غيري. هذا قال علاش انا صباتك يا زبي باش ما نمشي الا فيك. هيك المعنى. هكا بالتونسي. هيك. هي إيه لكن هذه مش نكتة. مش نكتة. هذه الزبي هذه لما واحد يحكيها لي علشان نضحك نيك الرد نبكي يا زبي. والله. والله نيكني بواحدة أخرى. زيدني واحد اخرى والله علشان نيكنا واحد اخرى زي السلطة يعني نستناه شوية بوز علشان يحكي لي واحدة ثانية. احكي لنا واحدة اللي بتجي ديني واحدة يعني نكتة سورية على تونسية وانا ازيد لو انت عاوز ازيد انيكك بواحدة ثانية يعني. احكي انت تونسي. احكي تونسي انا ما بدي سوري انت ما راح تفهم سوري. انا ححكي لك نكتة زبورة. فواحد اشترى ببغاء ببغاء اشترى الببغاء هيدا يعني اكثر يعني من التوانسة بيقول بس الكلام اللي من العصبة وزبي وينيك واحد وكل. فكان عنده حفلة السيد اللي تبعه الببغاء،
فقال انا حي لو يجوا ناس يعني اللي انا عازمهم حيقول كلام بذيء قدامهم ونحشم على نفسي يعني استحي على روحي منه. فايش اعمل؟ اغلق له فمه بالسكوتش. ليش؟ الببغاء اللي عنده الببغاء كان ما في عنده شعر، يقول له انت اقرع وميبون، انت اقرع وميبون. فكان يقول لما يقول قدام المعزومين انا اقرع وميبون حيضحكوا علي ويقولوا ايش الببغاء هذا يقول بس كلام بذيء، يعني الراجل ده بذيء. فغلق له فمه بالسكوتش. فجو الناس شو يعني سكوتش؟ باللزاق. اللزاق ايوه، ناكلوا فمه باللزاق، ناكلوا فمه باللزاق كمان ناكلوا فمه ايوه. فالببغاء ما عرف يعني بطل يقول انه اقرع وميبون، فبقى يقول هكا للناس يمروا على القفص فيقولوا اه ببغاء جميل، فيقول لهم بجناحه هيدا اقرع وميبون. فقالوا ايش عنده هيدا في يده هيك؟ فنحوا له اللزمة قال هيدا اقرع وميبون. هيدي نكتة تونسية، احكي لي نكتة سورية. ما بعرف، أنا ما بعرف أحكي نكتي. عندك النكتة اللي قال لك زبي هيدي أنت حذاء نمشي بيه، ما تضحكنا في تونس هيدي.